لدى استقبال سموه لرئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين مقبلة على استضافة فعاليات خليجية وإقليمية ودولية كبرى ستشكل إضافة لرصيد التعاون على المستوى الخليجي وعلى صعيد التنسيق بين دول المجلس التعاون ومحيطها الإقليمي والعالمي في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بهدف الخروج برؤى تخدم استقرار المنطقة وتنميتها. وأشار سموه إلى أن احتضان مملكة البحرين لعدد من الاجتماعات الأمنية والتنموية هو نتاج لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تحفيز الجهود الدولية لدعم التنسيق الذي يخدم التنمية ويثبت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وخلال اللقاء أكد سموه أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أسستا علاقة راسخة قوامها حب الوطن والمسؤولية المشتركة تجاه الأمانة الوطنية والثقة الشعبية، وأن هذه العلاقة جعلت تناغم العمل والتعاون بين السلطتين علامة فارقة في الحياة النيابية على مستوى المنطقة، وهو ما نفاخر ونعتز به. مؤكدا سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في كل ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. ونوه سموه بجهود أعضاء مجلسي الشورى والنواب وميولونه من حرص على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، قائلا سموه إننا جميعا شركاء في المسؤولية الوطنية وغايتنا جميعا رفعة الوطن وتقدمه. إلى ذلك فقد استعرض سموه مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الإقليمي والدولي، حيث أكد سموه أن المؤامرات مزقت الأمة العربية وأصبحت شعوب بعض دولها في نزوح من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الصراعات والحروب، وهو أمر يبعث على الحزن والأسف ويتطلب وقفة دولية جادة تجاهه. وقد أعرب رئيس مجلس النواب نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين تشرفوا بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بما يخصه سموه وما يبديه من اهتمام بتطوير التعاون الحكومي البرلماني، مؤكدا أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نموذج يتعلم منه الجميع حب الوطن والتفاني في خدمته وخدمة شعبه.